بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم والله الحمد تحرير الحاجز الرباعي في حي طريق السد على يد لواء تحرير حوران بالاشتراك مع الكتائب العاملة في مخيمات درعا، وكتائب من لواء شهيد حوران، وكتائب من لواء توحيد الجنوب، وكتيبة المهام الخاصة. والحاجز الآن محرر بالكامل ومطهر بالكامل والله الحمد. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، 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 الله أ